تداولها وسط الشباب. كاد المؤتمر هو مؤتمر عالمي حول المخدرات. كما تعلموا المخدرات هي آفة اجتماعية خطيرة، راهي توش كاع الفئات وسورتو الشباب ها لي زادوليسون. Nous avons un nombre de plus de 300 à 400 000 toxicomanes en Algérie. Donc vous voyez un petit peu, le chiffre est vraiment très important et il est en exponentiel. En exponentiel, là, visite. المؤتمر حضره العديد من الأطباء والخبراء من مختلف ولايات الوطن وخارجها، حيث أكدوا أن الظاهرة لها تأثير كبير من الناحية الاجتماعية والنفسية، خاصة عند فئة الأطفال. الشيفر رهيب للأطفال الذين يتناولون على المخدرات في حوالي 9 سنوات 10 سنوات، وهذه الظاهرة راهي ظاهرة مجتمع، سي ان فليو سوسيال راهو يتوشي جميع تو لي زاج، يعني لو ريش لو بوفر سا توش تو الموند. نحاولوا في التدخلات هذه باش اولا نفهموا شنو هي العلاقة المتينة هذه من الناحية الاجتماعية ومن الناحية البيولوجية ومن الناحية السريرية، باش نقدر نخرج خلاصات واقتراحات وعلاجات واستراتيجيات نتاع المقاومة نتاع الهافة هذه. وتأتي مثل هذه المبادرات من الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين لتعزز أكثر في دراسة ظاهرة الإدمان بمختلف أشكالها.